مشاهدينا الاعزاء نحييكم مره ثانيه من اجواء معرض الفانسي فود للدوره ال 94 في الجناح المصري المتميز بوجود ومشاركه 21 شركه مصريه متميزه في مجال الصناعات الغذائيه مع مجموعه شركه اجوا. يسعدنا نتكلم مع احد المديرين المسؤولين يحكي لنا عن مشاركتهم اللي هي مش للمره الاولى ورؤيتهم لامكانيه مشاركه مصر في معارض زي كده على اساس نشجع التصدير بالذات في مجال الصناعات الغذائيه. اتفضل. الاول بنصبح على حضراتكم كلكم يا فندم وكل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا ده مش المره الاولى اللي احنا بنحضر المعرض ده واحنا على طول مواظبين على حضور المعارض الدوليه كلها المتخصصه في المنتجات الغذائيه. فالحمد لله الدوره دي فيها تنظيم جيد جدا يعني من الجانب المصري الحمد لله والتصميم وحتى البايرز اللي هم دعوهم الجانب الامريكي هنا كان عدد كويس جدا وان شاء الله باذن الله انا اتمنى ان نجنس مار المعرض ده قريب جدا باذن الله. واحنا اوريدي يعني الحمد لله احنا من الشركات اللي موجوده هنا في السوق الامريكي من سنين طويله جدا يعني من سنه 2005 تقريبا يعني. استاذ ياسر لو نحب نقول احنا صناعه المعارض والمؤتمرات سواء مشاركين فيها من مصر او بنقيمها في مصر، ايه اللي ممكن يكون مهم ان احنا نركز عليه الفتره الجايه بحيث انها تكون زي ما يقولوا قاطره للتنميه الاقتصاديه واجتماعيه؟ بص حضرتك هو اولا في المعارض اللي بتقام في مصر، طبعا احنا في مصر احنا فقره جدا في موضوع المعارض الدوليه الكبيره اللي هي زي معرض بتاع المانيا انوجا او سيال فرنسا او هنا مثلا فانسي فود في امريكا. في معرض اعتقد هو بقاله سنتين بس لسه ما فيش برضه بالقوه او الجذب الكبير جدا للبايرز بتوعنا لانه متخصص بس للدول الافريقيه. يعني اعتقد حضرتك ان هو لو فتح للدول التانية وبدأ ان هو يدعو البايرز ويبدأوا يتكلموا ايه المنتجات المصرية اللي قابلة للتصدير الجودة الكلام ده كله حتى نقدر ان احنا نزود الصادرات او ان احنا نعمل معرض دولي متميز زي المعارض اللي احنا بنحضرها. دي نقطة. النقطة التانية حضرتك ان انا اتمنى يعني ان كل مسؤول ان هو مش كل من هب ودب يخش يشترك في معرض دولي بيمثل مصر او ان هو بيشارك حتى في معرض محلي جوه في مصر. انا رايي حتى يبقى بس مجموعه الشركات الكبيره اللي هي معروفه الاسم اللي هي بتشرف المنتج المصري وسمعه المنتج المصري بره، بس ده اللي بنتمناه يعني. دول النقطتين انا اتمنى يكونوا في الحسبان في المستقبل يعني. واضح من كلام حضرتك ان كان في تجارب سابقه شويه اساءت للاداء. شويه لا حضرتك كمان برضو الشركات الكبيره ما بياخدش فرصه ان هو ياخد. انت عارف حضرتك طبعا المساحه بتبقى محدوده جدا للشركات. لو احنا طالبين مثلا مساحتين لا بيدونا مساحه بالعافيه نتيجه طبعا الشركات انا اسف مع احترامي اليوم الصغيره اللي هي بتخش ويتنج ليست وبعدين بتبدا تخش لو في شركه كبيره اعتذرت، فده ما بتديش فرصه للشركات الكبيره انها تظهر يعني في المعارض الدوليه يعني. شكرا جزيلا. اتمنى التوفيق ان شاء الله.